وصل صراع الأجهزة الأمنية للسيطرة على الإعلام في مصر مرحلة التراشق، حيث اشتعل صراع بين وزير الإعلام هيكل وإعلاميين محسوبين على النظام المصري وينتمون إلى شركة إعلام المصريين وآخرين يعملون في قنوات يمتلكها رجال أعمال مقربين من السلطة. يرى مراقبون أن الصراع بين وزير الإعلام أسامة هيكل وشركة إعلام المصريين هو في الواقع صراع مؤسسات وأجهزة أمنية، حيث يعرف هيكل برجل المؤسسة العسكرية، فيما تعد شركة إعلام المصريين يد جهاز المخابرات العامة للسيطرة على الإعلام. ونبدأ مع أطرافها الأول بالطبع أسامة هيكل، صحفي مصري يشغل منصب وزير الإعلام منذ ديسمبر 2019، وهي المرة الثانية التي يشغل فيها هذا المنصب، حيث سبق وتولى الحقيبة في الفترة بين يوليو وديسمبر 2011 خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25 يناير. الطرف الثاني هو المقدم أحمد شعبان، صور قليلة جدا تكاد تكون هذه الصورة الوحيدة له. أحمد شعبان ضابط الجيش الذي خدم بجهاز الاستخبارات الحربية في السابق قبل أن ينتقل إلى مؤسسة الرئاسة مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لكرسي الحكم. شغل شعبان وهو ليس وجها مألوفا في الدوائر الإعلامية إلا لمن تعامل معه بشكل مباشر موقع مدير مكتب اللواء عباس كامل رئيس جهاز الاستخبارات العامة الحالي. وارتبط شعبان برئيسه المباشر عباس كامل بدءا من العمل بجهاز الاستخبارات الحربية ثم مكتب وزير الدفاع حين كان السيسي في هذا المنصب في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، مرورا بالعمل في مؤسسة الرئاسة، وأخيرا انتقل معه إلى جهاز الاستخبارات العامة لتأدية مهمة جديدة. ولم يعد يتحرك عباس إلا ولا يشاهد من دون أحمد شعبان، حتى بات الضابط الشاب كظله. تفاصيل أكثر عن المقدم أحمد شعبان أو ابن الدولة كما يسمي نفسه في مقاله، أو رئيس تحرير الإعلام المصري كما يطلق عليه مدونون، من خلال التقرير التالي فلنتابع. اتفاجئت باتصال من صديق، هو شخص محترم جدا وصديق، يعني انسان محترم، يعني هو نفسه اتفاجئ باتصال من مصر جاي له بيطلبوا الاتي، يعني الاتي هو خلي غادة توقف اللي هي بتكتبه وتبطل كلام في الموضوع ده، وهم كمان هيبطلوا كلام في الموضوع ده. أنا قلت له ليه أبطل؟ يعني هم يبطلوا ولا ما يبطلوش؟ يعني خلاص بعد أسبوع، يعني إيه المفيد بالنسبة لي؟ قال هم بيقولوا يعني إحنا هنبطل والناس هتبطل تشتم وتبطل تخوض في الموضوع ده، بالذات اللي هو موضوع نسب ابني وشرفي واتهامي إني أنا كنت على علاقة براجل تاني، هم هيبطلوا بس أنا كمان أبطل. فأنا والله لما بيكلمني ما افتكرتش إلا مشهد المواطن المصري. وللنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول الكاتب الصحفي جمال سلطان، ومن إسطنبول أيضا الدكتور سليمان صالح أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ومن لندن الإعلامي المصري أسامة جويش.
ومن القاهرة الكاتب الصحفي مجدي الدقاق. أحييكم جميعا وأبدأ مع أستاذ جمال سلطان. ابتداء، هل السيسي الذي كان يتحدث عن حظ جمال عبد الناصر بإعلامه، هل نستطيع أن نقول أنه نال هذا الحظ أيضا أو حتى أكثر منه، واستطاع أن يسيطر على كل الإعلام في مصر بشكل نهائي أستاذ جمال؟ لا طبعا، لأنه هو القياس مع الفارق. يعني عبد الناصر كان رجل عسكري وديكتاتور عسكري أيضا، لكن عبد الناصر لا تنسى أنه كان ابن الحركة الوطنية. يعني عبد الناصر كان ابن الأحزاب وابن العمل السري وابن التنظيمات، وكان عضو في جماعة الإخوان المسلمين قبل ذلك، وشكل خلايا، وكان من خلال نادي الضباط له نشاط سياسي ومذكرات ومنشورات إلى آخره. فبالتالي عبد الناصر كان له، إضافة إلى أن عبد الناصر كان عنده حاسة جيدة في يعني إعطاء مساحة معقولة للكفاءات المدنية لإدارة المشهد الذي يتعلق بما هو مدني، يعني خاصة مجال الإعلام. يعني عبد الناصر لما يختار هيكل مثلا، يختار، كان معاه مصطفى أمين قبل ما يحصل الأزمة بتاعته، كان معاه أحسن عبد القدوس، كان في فتحي غانم، كان في أسماء ثقيلة من الوزن الثقيل. يعني نحن دلوقتي السيسي الحقيقة يعني واضح أنه هو حتى قدرة المجموعة على الانتقاء، يعني مش معقول انت عمال تشتغل على تجهز زي ما هو بيقول الازرع دي وعايزه تعب ونجهز فيها، وانت بقالك كام سنه تجهز وبعدين تطلع لنا في الاخر احمد موسى ومحمد الباز ونشأت وغير. يعني ده في فرق كبير جدا جدا، في الاضافه الى انه ضعف الثقه بالمدنيين والمجموعه، تضييق المجموعه المحيطه بالرئيس او بالقياده قائمه على الهواجس وعلى الشك، ده طبعا يخلي المسألة خارجة حتى عن إطار المؤسسات. يعني هو ده طبعا صريح في صراع مؤسسات الآن، واضحة مش محتاجة شرح يعني، لكن حتى ليس صراع مؤسسات في الحقيقة بقدر ما هو صراع رجال داخل المؤسسات. يعني ممكن المؤسسة كلها مش مشغولة بالموضوع، لكن في أشخاص بعينهم مشغولة بهذه الأزمة وتدير معركة ربما لحسابات خاصة ولا تتعلق حتى بحسابات المؤسسة. دكتور سليمان صالح، يعني في عهد مبارك وقبل عهد مبارك كان واضح أن اللي بيدير الإعلام هو وزير الإعلام، أما الآن فلا، وزير الإعلام نفسه بيتعرض أسامة هيكل للانتقاد ليل نهار من وسائل الإعلام التابعة للسلطة والتابعة لأجهزة المخابرات. فهل تعتقد أن فعلا في واحد في مصر اسمه أحمد شعبان كما يقول البعض، ضابط المخابرات المصري، هو الذي يدير، هو وزير إعلام مصر أو رئيس تحرير الإعلام في مصر الآن؟ وإذا كان هذا صحيحا، ما مدى تأثير ذلك على الحالة الإعلامية في مصر من وجهة نظرك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. وزير الإعلام المصري أسامة هيكل لم يقل إلا جزءا قليلا من الحقيقة، وللأسف لم يجرؤ على أن يقول الحقيقة كاملة، وهي أن مصر فقدت قوتها الإعلامية، ولم يعد هناك إعلام في مصر يعبر عن شعب مصر ولا يقدم له المعرفة أو يوفر له المعرفة. شعب مصر الآن محروم من المعرفة، محروم من مناقشة أهم قضاياه، حتى تلك القضية التي تشكل خطرا يهدد وجود مصر نفسها. لم تقم وسائل الإعلام بإتاحة الفرصة لمناقشة هذه القضية. إعلام مصر للأسف الشديد تحت سيطرة هذه السلطة لم يعد إعلاما، تحول إلى وسائل دعاية متخلفة قديمة جدا، وهناك خصومة بينهم وبين العلم. العلم يقول إنه الدولة لكي تكون قوية في كل المجالات السياسية والاقتصادية وغير ذلك لابد أن تكون لها قوة إعلامية. أين القوة الإعلامية المصرية؟ نعم. يعني كانوا يقولون الآن أنهم يحسدون عبد الناصر على تجربته الإعلامية، لم ينظروا إلى نتيجة تلك التجربة. نتيجة تلك التجربة كانت هزيمة عام 1967، كانت دمار لمصر
لأنه بطبيعة الحال حرمان الشعب من المناقشة الحرة ومن الديمقراطية لا بد أن يؤدي إلى كارثة. نحن الآن مصر تواجه كارثة، أين الإعلام المصري من مناقشة هذه الكارثة؟ لماذا لا يفتح المجال لكل الاتجاهات السياسية والفكرية ولكل السياسيين وأصحاب الأفكار لكي يناقشوا ماذا يمكن أن كيف يمكن أن نواجه هذه الكارثة؟ كيف يمكن أن نعبئ شعب مصر لهذه المواجهة؟ هذا إعلام بالتأكيد إعلام فاشل، وسائل إعلامية ضعيفة تقوم على مذيع أو اثنين طوال الوقت يرددون نفس الكلام تمام. حول الإنجازات، وأنا أقول لهم إن الإنجازات الحقيقية هي تحقيق الحرية والديمقراطية لشعب مصر، تحقيق الاستقلال الشامل لمصر، تحقيق الرفاهية لشعب مصر. الإنجازات ليست مجموعة طرق وليست عاصمة إدارية ولا غير ذلك. جميل، وضح الفكرة دكتور. الإنجازات الحقيقية هي الاستقلال والحرية. هل قام هذا الإعلام برواية كفاح شعب مصر، برواية قصة كفاح المصريين ضد الاحتلال وضم من أجل الديمقراطية ومن أجل الحرية، وهل قام بذلك؟ هل أنتج مضمونا أو أفكارا له أي قيمة يمكن أن تحقق لشعب مصر القوة طيب الإعلامية؟ عفوا هل هذا دكتور للمقاطعة، إعلام لكن حتى حقيقي؟ يعني بالطبع سأعود إليك ونعطي فرصة للآخرين. أسامة، دكتور أسامة جاويش، لعلك في يوم ما كنت يعني ملقب بمذيع التسريبات، وخصوصا التسريبات كانت المتعلقة بعباس كامل والمتعلقة بالإعلام. هل في مبالغة في تقدير دور المقدم أحمد شعبان اللي هو يعمل الآن في المخابرات العامة المصرية في إدارة ملف الإعلام في مصر؟ يعني لأن البعض دايما يعني بيبالغ في وضعية شخص ما، وأنه هو يعني الذي يجلس خلف ستار ويدير كل الدنيا، فهل تعتقد أن في مبالغة في هذا الأمر، أم أن الرجل حقيقي أصبح هو الذي يدير الإعلام في مصر الآن؟ طيب، تحياتي ليك يا استاذ احمد ولضيوفك الكرام والمشاهدين. لا الحقيقه ما فيش مبالغه ولا حاجه، زي ما حضرتك قلت يعني انا امضيت فتره من حياتي كنت بسمع صوت عباس كامل اكتر ما بسمع صوت ولادي في البيت من كتر التسريبات اللي كنا بنسمعها وبنذاعها فتره عملي في قناه مكملين. عنوان المرحله من 2014 وحتى اليوم هو في الجمله اللي قالها عباس كامل واللي اذعناها يوم 19 يناير 2015: انت بتكتب يا احمد. أحمد كان المقدم أحمد شعبان مدير مكتب عباس كامل وذراعه الأيمن زي ما حضرتك قلت وزي ما التقرير قال. هي دي السياسة الإعلامية الحاكمة للإعلام المصري الآن: أنت بتكتب يا أحمد. طالما أحمد كتب من عباس كامل فبالتالي الأذرع الإعلامية هتنفذ. قلت مع حضرتك في مداخلة قبل كده جروب الواتساب الشهير هو حقيقة لا يمكن لأحد إنكارها في مدينة الإنتاج الإعلامي. أحمد شعبان بيرسل فيه الرسائل اللي بتعمم على البروديوسرز وعلى رؤساء التحرير في مدينة الإنتاج الإعلامي. أحمد شعبان من يتجرأ للكتابة عنه أو حتى الحديث عنه في تسريب أو الاقتراب منه فيتم التنكيل به فورا. لو هو بره مصر بيتم التنكيل ببيته وحرق محتوياته او تكسيره او وضعه على قضايا. لو هو جوه مصر بيتم يحصل فيه زي ما حصل في دكتور ايمن ندى اليومين اللي فاتوا. الراجل كان بيكتب مقالات عن الاعلام بينتقد احمد موسى، وكان الموضوع عباره عن تراشق اعلامي مع ذراع اعلامي اسمه احمد موسى، وايمن ندى قام استاذ في كليه الاعلام جامعه القاهره. ولكن عندما اقترب من احمد موسى احمد شعبان ايه اللي حصل؟ الراجل النهارده بيطلع بيان بيعتذر فيه للقوات المسلحه، بيعتذر فيه للمخابرات، بيقول انه احد ابطال ثوره 30 يونيو وان كلامه فهم غلط وانه كذا وكذا وكذا. ليه؟ لانه اقترب من الصنم الاكبر من احمد شعبان. غاده نجيب زوجه الزميل هشام عبد الله اسقاط الجنسيه لانها اقتربت من احمد شعبان. ضحايا في الاعلام من جوه النظام: ياسر سليم ضابط المخابرات العامه السابق، ياسر رزق العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق. ضحايا من السياسيين: غاده نجيب والحقوقي احمد سمير لمجرد انه اقترب منه ونشر صورته على تويتر طلعوا له هاشتاج احمد سميح عميل الاخوان. اذا هذا الرجل هو المتحكم الاول في وسائل الاعلام، هو وزير اعلام مصر. الحقيقه احنا في مشهد كوميدي جدا يا استاذ احمد لما يطلع احمد موسى يقول وزير الاعلام اسامه هيكل حاطط الاعلام في دماغه. هو حضرتك المفروض يحط ايه في دماغه؟ يعني هو وزير الاعلام سعادتك. يعني ده شيء يعني كوميدي جدا الحقيقه. طيب ابقى معي اسامه بالتاكيد. استاذ مجدي الدقاق،
الإعلام في مصر إعلام رائد، يعني دي مش كلام، دي حقائق ووقائع، يعني إعلام رائد على الأقل في هذه المنطقة، المنطقة العربية. ما نراه الآن هل يليق بمصر؟ الإعلام الذي نراه الآن في مصر، من يتصدر للإعلام في مصر، هل يليق بمصر؟ يعني هل يليق بمصر ما يقال على أن شخص ما يجلس في مكتب داخل جهاز ما هو الذي يدير الإعلام في مصر؟ أهلا بك يا أستاذ أحمد أولا، وأهلا بالزملاء الضيوف رغم اختلافي معهم. يعني هو مسألة حصر أو في تأويل كبير على أن شخص واحد يدير الإعلام في مصر، هذا أنا في تقديري هذا غير حقيقي. ثم إلقاء أيضا التبعية على طبيعة هذا الشخص بعلاقته بأجهزة الدولة. أنا أتصور أن هناك أزمة عامة، أزمة عدم فهم حتى من جانب ما يتحدث الزملاء الآن. الكل ينطلق من منصته العقائدية والفكرية، لكن لا ينظر أن هناك أزمة حقيقية يجب أن نلاحظها، أزمة في الأعلام ودور الأعلام. الهجوم على الأستاذ أسامة هيكل وهو زميل فاضل بالتأكيد فيه نوع من يعني أسرع بين بعض المجموعات في داخل الإعلام. أنت تعلم أن في كل دولة هناك تيارات متعددة، وفي كل عهد تيارات معادية للحريات الصحفية والإعلامية، وتيارات تريد مساحة أكبر في العمل الإعلامي. والبعض تحدث من الأخوة الأفاضل على أن استخدام المقدم فلان، ما يعني ما خلينا واضحين، ما الرئيس عبد الناصر استخدمه الدكتور سارة عكاشة وكان عسكريا، الدكتور الرئيس السادات رحمهم الله جميعا، يوسف السباعي كان وزيرا للإعلام، وأيضا السيد صفا الشريف، ولكنهم أدوا أداء سياسيا وأعلاميا. الأزمة في أن التشكيلات التي تمت والرؤية ما هو دور الإعلام كانت غير مفهومة. ماذا نريد الإعلام؟ أعتقد أن يعني المساحة الواسعة أستاذ مجدي، ده أنا سألتك سؤال وأنا أعرف عنك أن أنت يعني بتتكلم بكل صراحة، أنت راضي عن أنت كإعلامي وكرجل صحفي وتبوأت مناصب مهمة في مصر في وقت ما، أنت شايف أن الإعلام في مصر الآن يليق بها؟ أنا قلت لا طبعا، أنا بقولها لك بصدق شديد، الإعلام في أزمة في مصر، أزمة تتعلق بالقائمين عليه ويعني والذين يحددون رسالته، ومسألة السقف في الإعلامي. ولكن هذا هو مين اللي قائم على الإعلام في مصر؟ مين المسؤول عن الإعلام في مصر الآن؟ هو ده أحد المشاكل يا أستاذ أحمد. لديك وزير إعلام يتم مهاجمته في تقديري باجتهادات شخصية ودون مبرر، وزير إعلام لا يعرف ولا يحدد له في قرار الوزاري وزير دولة دون حقيبة، ليس لديه أجندة للإعلام، ثم يهاجم من بعض الزملاء، ولا أعرف ما هي الأسباب، وافتصاري أنه اجتهاد شخصي وليس توجيها من أحد. وأيضا لديك مؤسسات أعلامية تنافس الوزير في أدائه، هنا جزء من الأزمة. ثم الأخطر من هذا أن الرؤية لدى، يعني عندما قال الرئيس السيسي، وهذا حقق رئيس الدولة أن يفتخر بأعلامه، أن يجد لها أزرع، عندما زرعت هذه الأزرع لم تكن لديها رؤية أن الأزرع لابد أن يكون لها أزرع منافسة، أن يكون هناك أعلام. هو فكرة الأزرع نفسها، هي الفكرة مقبولة أن وزير الدفاع أنا ذاك الكلام نحن لازم يكون لنا أزرع تعمل لصالحنا، دي فكرة مقبولة من وجهة نظرك أستاذ مجدي؟ على فكرة أستاذ أحمد، في أي دولة هناك مثلا على مستوى الولايات، مع اختلاف التشبيه يعني على مستوى الدول كلها، هناك أعلام يبقى قريب من الدولة، وهناك أعلام في إطار الدولة ولكنه مختلف ومعارض. هذه المساحة للأسف تفهم البعض رسالة رئيس الجمهورية فإنه سعيد، أو كان عبد الناصر مسؤولا عن أو يعني سعيدا بأعلامه أو محظوظا بأعلامه، فهم هذه الرسالة أنهم يريدون الصوت الواحد والاتحاد الاشتراكي العربي، وهذا كلام لم يعد يصلح للعالم الجديد. أنا في تقديري أن الرؤية الغائبة هي أحد الأزمات، إنما فلان يقود وفلان، بالعكس لو فلان بيقود كانت تبقى في رؤية واحدة. أنا أكتشف أن الرؤى متختلفة، أن الإعلام المصري لم يستطع إيصال ما يجري في مصر بدقة، وبالتالي ذهب الآخرون أو ذهب المشاهد إلى قنوات أخرى. الآن أنت في مفترق الطرق، إما أن تصلح من توجهك الإعلامي مع فتح مزيد من النوافذ والإعلامية المختلفة، ده يعني في أحد التعبيرات التي قلتها لمسؤول كبير، أن الدولة الذكية تصنع معارضتها، تصنع المعارضة،
وبالتالي الأعلام اختلف. يجب على القائمين أولا تحديد سلطة ماذا يريد الأعلام في مصر، يعني ما هو دوره. هذه الأشياء في اعتقادي تخرج الأعلام المصري الذي بتعبيرك الآن دوره لا يليق بأعلام مصر المعروف عنه، ولكن لا يمنع أن هناك منصات شديدة الاحترام وزملاء في شديد الاحترام وغيرها. ابقى معي أستاذ مجدي. تفضل. مشاهدينا الكرام، غادة نجيب ودعاء خليفة ناشطتان مصريتان من مؤسسي حركة تمرد دفعتا ثمنا باهظا نتيجة هجومهما على المقدم أحمد شعبان. غادة نجيب تم حرمانها كما تقول من جنسيتها المصرية لأنها هاجمته، في حين شنت دعاء خليفة هجوما حادا على مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة العقيد أحمد شعبان، متهمة ما يعرف بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتدمير الحياة السياسية في مصر على غرار ما حدث في ملف الإعلام. أنا دعاء خليفة أحد مؤسسي تمرد وعضو وكنت عضو لجنة العفو الرئاسي وكاتبة صحفية للنهاردة في جريدة الدستور، اتقال عليها في القناة الأولى تلفزيون بلدي دولتي امرأة سيئة السمعة عشان بشتكي من صاحب المقام الرفيع الرئيس التنفيذي لمصر اللي بيعمل كل حاجة في مصر، والكلام ده أنا بقوله بقى لي كام يوم. اشتكيت منه واتجرأت ان انا اناشد الرئيس واقول له انا متظلمه من المسؤول المكتب الاعلامي عند حضرتك، فلازم اكون عبره ولازم اطلع سيئه السمعه. قبل كده حصل لي، ده مش اول مره تحصل لي. انا عامله الفيديو ده عشان اشكر سياده الرئيس واقول له شكرا يا رئيس، حضرتك جبت لي حقي وحمتني من بطش وظلم الراجل بتاعك. اذا كان انا بيتعامل معايا كده بالظلم وبالافتراء عشان كان بيبتزني وانا برفض، عشان انا مستهدفه منه بقى لي كتير وانا برفض. شكرا يا ريس انك ما عرفتش تجيب لي حقي، متشكره جدا يا ريس. ما فيش قدامي دلوقتي غير ان انا اطلع بشكوتي لجمعيات حقوق الانسان. للتعليق تنضم الينا عبر الانترنت من اسطنبول غاده نجيب الناشطه السياسيه. احييك غاده كما احيي ضيفي عبر الهاتف من القاهره الكاتب الصحفي محمد العطيفي. اهلا بك معنا سيد العطيفي، بالتاكيد انت متابعه لهذا الملف منذ ان بداناه، وفكره هل احمد شعبان رئيس تحرير مصر والذي يدير الاعلام كل من يتعرض اليه سواء غاده نجيب او غير غاده نجيب بالفعل بيصيبها الكثير من الأذى، هل هذا صحيح هذا؟ طيب الأول مساء الخير عليك يا أستاذ أحمد. تصحيحا أنا مش من مؤسسي حركة تمرد، أنا كنت واحدة انضميت لحركة تمرد واكتشفت أن هي تبع المخابرات بسبب أني الأربعة اللي كانوا مؤسسينها حسن شاهين، محمد عبد العزيز، محمود بدر، مي وهبة، الأربعة دول يعني في ثلاثة منهم على الأقل بعيدا عن مي هم يعني أصدقاء. نعم. وأنا كنت مقربة ليهم وأنا اكتشفت إن هي تبع المخابرات وأعلنت انسحابي وكشفت إن هم تبع المخابرات قبل الانقلاب بتسعة أيام. غادة نأسف لهذا الخطأ غادة، طبعا غير مقصود بالتأكيد. تفضل. مؤسسي تمرد دعاء كانت من مؤسسي تمرد أنا ما كنتش أحدا من نأسف بالطبع لهذا الخطأ غير المقصود، تفضلي غادة. وبما إني جبت سيرة تمرد فشهادتي وقت تمرد تحديدا هي اللي خلت أتحط تحت السبوت شوية يعني أو لغاية دلوقتي يعني ركزوا معايا من وقتها فكرة إن أنا كشفت تمرد وكتبت إن هم مخابرات وفضحتهم وبعد كده كتبت بالتفاصيل كل حاجة عنهم، فيعني ده خلاهم يستهدفوني شوية. جميل. أنا بكرر أسفي لخطأ غير مقصود، لكن ما جاوبتيش على سؤالي. كلمتي عن أحمد شعبان أنت بتقولي ومن ثم سحب منك الجنسية المصرية، فهل هذا صحيح والرجل يمتلك كل هذه الإمكانات يعني والسلطات؟ لا ده هو أكتر من كده، هو جبروته متخطي كل الحدود، وحتى في الفترة اللي حصلت يعني لما حصل الحملة اللي قادها أو كانت بأوامر منه ضدي أنا عرفت يعني معلومات كتير، يعني هو حقيقي موافي يعني الوصف الدقيق جدا اللي قاله دكتور ندى إن هو موافي، هو بالضبط صفوة الشريف
في كل ما تعرفه عن صفوة الشريف هو بيعمل نفس ده بالضبط مع الإعلاميين. وأنا بس أخدت عهد على نفسي إن المعلومات اللي جات لي ديت إني أنا مش هينفع أتكلم فيها، أنا جاية لي بالأسامي وأسامي الإعلاميات ومين عمل إيه، وأعتقد إن دعاء كانت إحدى ضحايا. بس الحقيقة إني مش بسبب إني أنا اتكلمت عن أحمد شعبان تم استهدافي، والحقيقة إن هشام وهشام تعرف بيذيع يعني بيقدم برنامج ابن البلد في قناة الشرق، هو أذاع زوج حضرتك هشام عبد الله، اتفضلي. أكمل. أذاع تسجيل صوتي لدعاء خليفة كانت بتتكلم فيه عن دور أحمد شعبان في يعني في الإعلام والباز وجابت سيرة ستات، يعني الدور القذر بتاع موافي، يعني ده التسجيل تحديدا اللي يعني يوميها على طول اتعملت حملة ضدي اني انا النسب ونسب ابني، ويمكن انت تابعت شوية القذارة اللي حصلت، حتى ان القذارة دي وصلت لشاشة التلفزيون بعديها، يمكن انتوا جبتوا مقطع دلوقتي في موضوع التفاوض. هو فعلا بعت لي الاول اني بتفاوض اني انا اسكت وبطل اجيب سيرته، وهو هيقول اللي بيشتم يسكت، يقصد طبعا الباز، لان هو الباز هو اللي كان بيقود الحمله. يعني تقصدي احمد شعبان بعت لك المقدم؟ احمد شعبان بعت لك؟ بس عن طريق وسيط، عن طريق صديق هنا، هو موجود في اسطنبول، اعلامي يعني معروف هنا موجود في اسطنبول. فانا رفضت لما كتبت اني انا هعمل بث مباشر احكي فيه عن اول تفاوض حصل، وكنت هحكي بقى اللي حصل دوت والكلام ايه، وقال لنا قال لي ايه والكلام دوت، على طول اتبعت لي طب خلاص هو هيحذف لك كل ما نشر في الدستور كعربون للتفاوض. يعني بالمناسبه الرسائل دي كلها موجوده عندي يعني، وانا اطلعت عليها الامانيستي منظمه العفو الدوليه، ان هم كتبوا في التقرير التهديدات، الشيء الاهم طبعا هم ما اهتموش بالتفاوض، انما الشيء الاهم التهديدات، لان انا دخلت في مرحله بعد التفاوض، ما جيتيش بالادب هنشيل الدستور كعربون للتفاوض، فانا رفضت، فانت ما جيتيش بالادب، فدخلنا في مرحله التهديدات بقى. ساعتها التهديدات كانت بسائر ابني طفل اللي عمره 8 سنين اللي هم استخدموا صوره بهاشتاج سافل، ابن مين ده يا هشام، صوره كانت في كل المواقع، دستور صدى البلد الفجر، اي موقع مصري تتخيله كان بالاوامر، مع روايه منحطه تخوض في النسب وفي الشرف وكده. هو ده هددوني بسائر، هددوني ببعض صديقاتي المعتقلات، هددوني بأهلي من الدرجة الأولى، قالوا لي أقارب ليكي من الدرجة الأولى، كان يعني وأنا أطلعت يعني منظمة، ويمكن في التقرير هم كاتبين إن هم اطلعوا على التسجيلات جات لي من سياسي تابع للنظام يعني، وسمعوا التسجيلات وعرفوا يعني ان انا بتهدد بابني وباقاربي وكده. هو يعني الراجل ده مجرم يعني، وتحس ان هو سادي يعني، يعني المشكله ان هو سادي، بس انا جزء من الخلاف، الخلاف اللي ما بين احمد شعبان، انا متفقه جدا مع اللي قال مش فاكره اسمه انا اسفه، ان ده مش خلاف اجهزه انما خلاف اشخاص، وده حقيقي يعني. وقتها انا جت لي المعلومه ان الخلاف في الاساس ما بين محسن عبد النبي مدير مكتب السيسي وما بين احمد شعبان، وده لفريقه وده لفريقه، اللي بيعزز بس موقف احمد ان هو مقرب جدا من محمود السيسي. انا بشكرك شكرا جزيلا غدا نجيب الناشطه السياسيه، كنت معي عبر الانترنت من اسطنبول. مره اخرى بالطبع للمقدم أحمد شعبان حق الرد على كل ما قيل وكل ما يقال حتى في بعض وسائل الإعلام أو في بعض المواقع الإلكترونية، له حق الرد هنا على شاشتنا، وإذا كنا نستطيع حتى أن يعني نصل إلى رقم تليفون، لم نستطع بالطبع ذلك، لكن أنا أقول على الهواء الآن له حق الرد هنا على شاشتنا على كل ما قيل. سيد محمد العطيفي، ما رأيك فيما يقال حول دور الرجل في إدارة الملف الإعلامي، حول فكرة الهجوم على وزير الإعلام نفسه في مصر، وده أمر غريب لم يحدث حتى، لم نراه في العهود السابقة، أن يتم هجوم منظم بهذا الشكل على وزير الإعلام المصري أسامة هيكل؟ تفضل. أولا لو نظرنا إلى الهجوم الإعلامي، هو يوضح أن الإعلام حر في مصر، و
مساحة الحرية الموجودة، بمعنى أن ليس هناك وزير يكون بعيدا عن أي مشكلة، هناك الإعلام الذي ممكن يتحدث إذا كان لدى الوزير أي أخطاء أو أي شيء في الإدارة. يعني لو هو وزير يعمل ويحاول، رغم أننا أرى، وهذا الكلام تحدثنا فيه سابقا بخصوص أسامة هيكل، أسامة ربما عنده رؤية لكن تفعيل هذه الرؤية لم نجدها إلى الآن في الإعلام. هذا بكل وضوح، وهذا يجب أن لكل إعلامي الحق في أن يرى الوزير كيف يسير، وحتجد أن هناك خلاف بين الإعلاميين حول شخصية الوزير أسامة هيكل. أما بالنسبة للإدعاءات، يعني أنا سمعت كلام السيدة وواضح أنها إدعاءات، ولو نظرت إلى جزء كبير من كلامها ستجد أن كل كلامها احتمال. يعني لو تركتها لي أسألها سؤالين سأثبت لك أن ما تتحدث عنه كلام ليس له أي تركتنا، وأنا شكرتها فأنا أتمنى ألا ندخل في هذا الحوار الشخصي، خصوصا أن هي مش موجودة. يعني فلو ليك أي إضافة يعني سريعة أقولها. أحب أن أوضح هذه النقطة، عندما يتحدث الشخص يتحدث بأدلة وبوضوح وليس كلمة احتمال. يعني حتى شخصية أحمد شعبان هي تتحدث وتقول احتمال أن يكون بعض وسيط أو هناك وسيط. إذن أنا أمام قضية ضبابية ليس لديها أي دقة. نحن نبحث عن الدقة، الإعلام دقة وحقيقة، البحث عن الحقيقة. أستاذ لطيفي، أنت باقي معي للفقرة القادمة، فحتى نترك لها وقت، الوقت قصير جدا، وأنا بأسف أن كان يجب أن ندير نقاش أوسع في هذا السياق، لكن الوقت لم يسعفنا كالعادة. محمد لطيفي ابقى معي للفقرة القادمة. أشكر الكاتب الصحفي جمال سلطان، وكذلك الدكتور سليمان صالح أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وأشكر أيضا الإعلامي الدكتور أسامة جويش من لندن، ومن القاهرة أشكر الكاتب الصحفي مجدي الدقاق. شكر لكم جميعا على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، المسائية مستمرة، وبعد قليل باقي فقراتنا وفيها مركز دعم يرصد القبض على أكثر من 8800 مصري خلال 2020 في قضايا سياسية، وحبس 2500 مصري في 3 قضايا فقط. ابقوا معنا.